منظمة الصحة العالمية خصصت شهر سبتمبر من كل عام للتوعية ضد الانتحار. تفاصيل قادمة راح نتعرف عليها مع ضيفتي اللي تنضم لي في هذه اللحظات، الدكتورة مروة بنت أحمد البلوشي، رئيسة وحدة الطب النفسي الجسدي في المستشفى السلطاني. أهلا وسهلا بك دكتورة مروة، صباح الخير. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك المستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك دكتورة مروة عبر أثير الشبيبة اف ام. اليوم محور حديثنا عن شهر سبتمبر وعن التوعية ضد الانتحار. في البداية نعطي الانتحار تعريف ومدى انتشاره عالميا ومحليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الانتحار كتعريف هو أن يقوم الشخص بإنهاء حياته بنفسه، بمعنى أن الشخص يتسبب عمدا في قتل نفسه. الانتحار قد يكون كامل بمعنى أنه يؤدي إلى الوفاة، وقد يكون بما يسمى محاولة انتحار فاشلة بمعنى لا يؤدي إلى الوفاة، ولكن قد يؤدي إلى إيذاء للنفس، قد يؤدي إلى أضرار بالغة، أو في بعض الأحيان قد تكون دائمة مثل فشل في العضو أو فشل في الدماغ. بالنسبة لمعدل الانتشار، البعض في الحقيقة يظن أن الانتحار ظاهرة نادرة، ولكن في الحقيقة الأحصائيات تشير إلى عكس ذلك. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، في كل 40 ثانية هناك شخص ما في مكان ما في العالم ينهي حياته بالانتحار. في كل عام تقريبا يموت ما يقارب 800 ألف إلى مليون شخص بالانتحار، ويعد طبعا الانتحار هو ثاني سبب الوفاة في أوساط الشباب من الفئة العمرية من 15 سنة إلى 29 سنة من بعد الحوادث. في الحقيقة الأرقام تفوق هذه الأرقام اللي ذكرتها، لأنه على الصعيد العالمي هناك ضعف في جمع البيانات المتعلقة بالانتحار بسبب ما يحيط بالموضوع من حساسية، وفي بسبب عدم الإبلاغ الدقيق عن هذه الحالات. أما لو تحدثنا محليا بالنسبة للسلطنة، هناك إحصائيات قديمة ولكن لله الحمد يعني تصنف السلطنة من ضمن أقل الدول العربية من حيث معدلات الانتحار الكامل. ولكن للأسف الشديد في السنوات الأخيرة وما شهدناه نحن كأطباء نفسيين من ازدياد في الحقيقة مهول، وازدياد يدعو للقلق في عدد محاولات الانتحار، يعني لا سيما في أوساط المراهقين، في أوساط طلبة المدارس، كذلك طلبة الجامعات والكليات، وأيضا حتى في الأعمار الأقل من 15 سنة. فهذا طبعا يجعلنا ندق ناقوس الخطر، يعني تقريبا لا يكاد يمر أسبوع إلا ويتم ترقيب حالة، على الأقل حالة واحدة بمحاولة انتحار. نعم، هذا عندنا في السلطنة. يعني دكتورة أنت ذكرتي خلال السنوات الأخيرة، يعني نقدر نقول مثلا خلال الخمس سنوات الأخيرة الخمس أو ازداد الوضع أكثر بعد جائحة كورونا. بعد جائحة كورونا ليس فقط السلطنة ولكن في أغلب الدول العربية. نعم. طيب دكتورة، يعني من واقع عملك وخبرتك والحالات اللي تمر عليك، أنا أريد أن نركز شوي على الوضع عندنا في السلطنة. إيش هي الأسباب اللي تدفع هؤلاء المراهقين والشباب إلى الانتحار؟ الانتحار هو في الحقيقة رد فعل مأساوي لإنهاء الألم الذي يعيش الشخص. هذا الألم أسبابه كثيرة وأسبابه متنوعة سواء عالميا وكذلك في السلطنة. المرض النفسي يعتلي الهرم، هو السبب الرئيسي في أغلب الحالات. 50% من الحالات لديهم اكتئاب حاد، وهذا الاكتئاب طبعا يصاحبه شعور باليأس، شعور بالعجز، بفقدان الأمل، شعور بالعبء على الآخرين. وهناك أيضا أمراض نفسية أخرى طبعا كالفصام واضطرابات الشخصية ومرض ثنائي القطب وغيرها. في المرتبة الثانية يأتي موضوع إدمان الكحول، إدمان المخدرات، وكذلك أيضا أسباب أخرى مثل التعرض لضغوطات شديدة، خصوصا إذا كانت ضغوطات مفاجئة مسببة للتوتر، على سبيل المثال فقدان شخص عزيز، مشاكل عاطفية، مشاكل مادية وقانونية، وكذلك أيضا مشاكل صحية، على سبيل المثال المرض المزمن، خصوصا إذا كان مرض عضال، إذا كان مصاحب بألم شديد. نعم. هناك أسباب أخرى أيضا مثل العوامل الوراثية تلعب دور، وجود تاريخ عائلي سابق، وجود تاريخ لدى الشخص
بمحاولة انتحار سابقة، وما يشهده العالم أيضا من حروب، من نزاعات، من أزمات اقتصادية في الفترة الأخيرة. أما لو تحدثنا عن المراهقين والأطفال، التفكك الأسري يلعب دور، بيئة المدرسة، تعرض للتنمر، تعرض للتحرش، الاعتداء الجسدي، شعور بالفشل، فقدان الأصدقاء، هناك عوامل كثيرة في الحقيقة يعني ما نراه نحن ككبار. صغير يراه المراهق بأنه عبء كبير في أغلب الأحيان لا يستطيع التحمل. فأغلب الحالات هي عبارة عن خليط من مجموعة من العوامل، المجتمع لا يمكن يعني الإشارة بإصبع الاتهام إلى سبب واحد. نعم، طيب يعني لما تجيكم مثل هذه الدكتورة، هؤلاء الأشخاص كيف يتم التعامل معهم؟ كيف يتم حل هذا الموضوع؟ يعني إذا طبعا إذا كانت هي مجرد محاولة ويكون الحمد لله ما زال يعني على قيد الحياة، فيما بعد كيف تكون مرحلة العلاج أو التعامل معه؟ طبعا هو يختلف على حسب أين يعني توجه هذا الشخص. على سبيل المثال معنا في المستشفى السلطاني هناك سياسة داخلية خاصة بكيفية التعامل مع حالات الانتحار، ابتداء من دخول الشخص لقسم الطوارئ، كيفية التعامل مع هذا الشخص، كيفية توفير بيئة آمنة، ثم الانتقال لمرحلة التنويم، تحويل المريض لقسم الطب النفسي، معاينة المريض، تحديد الحالة، تقديم العلاج، ثم تحديد خطورة هذه الحالة، هل المريض بحاجة إلى أن ينقل لمستشفى المسار للتنويم ومتابعة العلاج، أو أن هذا المريض بإمكانه أن يعني يرجع بأمان إلى المنزل. هناك طبعا خطة، أيضا خطة للأمان تتم مناقشتها مع المريض، تعتمد على استراتيجيات تكيف وتوفير بيئة آمنة بالتعاون مع العائلة لضمان سلامة هذا الشخص. فالعلاج الأساسي يكون بتتبع الأسباب ومعالجة هذه الأسباب من الجذور. نعم، طيب يعني دكتورة، منظمة الصحة العالمية تخصص شهر سبتمبر للتوعية كل عام ضد الانتحار، خلينا نتعرف على كيف من الممكن أن نقي شبابنا وأفراد المجتمع عموما من الانتحار، وإيش هي رسالة هذا اليوم؟ طبعا هذا هو خلينا نقول الخبر الجيد، يعني الخبر الجميل في الموضوع والخبر اللي يبعث على الأمل، إن الانتحار هو من أحد أكثر أنواع الموت اللي يمكننا تفاديها ويمكننا الوقاية منها. وأهم طرق الوقاية هي التوعية المجتمعية بدور الأفراد وبدور المؤسسات، وهذا كان الهدف من هذه الفعالية، هو أن نقوم برفع الوعي المجتمعي. الفعالية تضمنت مجموعة من الأركان لرفع الوعي المجتمعي بمفهوم الانتحار، بمسببات الانتحار، التركيز على دور الفرد من حيث أنه كيف ممكن التعرف على العلامات المبكرة أو العلامات التحذيرية اللي تنذر بحدوث الانتحار، وكيف يتعامل أفراد المجتمع مع هذا الشخص الذي لديه أفكار انتحارية، كيف ممكن تقديم المساعدة له، الإرشاده للمؤسسات الصحية أو للمختصين في الطب النفسي للحصول على العلاج المناسب، كذلك أيضا تعلم وتعليم مهارات التكيف، مهارات الحياة الاجتماعية، مهارات الحياة العاطفية، خصوصا لدى المراهقين. وهنا لا أتحدث فقط عن دور الأب والأم فقط، بل دور المعلمين، المعلمات، دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، وكذلك أيضا في بيئة العمل، خلق بيئة عمل آمنة، تخفيف العبء عن الموظفين، وفتح باب الحوار، تقديم الدعم النفسي على كافة الأصعدة. جهود الوقاية في الحقيقة يعني تتطلب تعاون كافة قطاعات المجتمع، ليس فقط القطاع الصحي، بل قطاع التعليم، قطاع الإعلام من حيث التوعية، كذلك قطاع القانون على سبيل المثال من حيث مكافحة المخدرات، مكافحة الكحوليات، وضع سياسات إبعاد وسائل قتل النفس. الأخير هي سياسة متكاملة، وللأسف أغلب الدول تفتقر لمثل هذه السياسات. نعم، ولذلك احنا نحتاج للتوعية يمكن مكثفة عن هذا الموضوع. ويعني بما انه احنا ذكرنا هذه النقطة دكتورة مروة، هل هناك اي تحديات مجتمعية تعيق مثلا عمليات التوعية بهذا الموضوع عندنا؟ أكبر تحدي ليس فقط يعني هنا في السلطنة ولكن عالميا، يعني وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي.
هذه الوصمة طبعا هي كانت ولا زالت موجودة، وهي اللي تجعل الكثير من يعانون من المرض النفسي أو من الأفكار الانتحارية لا يلجأون لطلب العلاج، وبالتالي طبعا تتفاقم الحالة وتؤدي لمثل هذه المآسي. من التحديات أيضا أنه هناك الكثير من الأفكار المغلوطة خصوصا في مجتمعاتنا العربية، يعني لابد لنا من تصحيحها من خلال مثل هذه الحملات التوعوية. على سبيل المثال، من الأفكار المنتشرة والمغلوطة اعتبار أن الشخص المنتحر ما لديه ضعف في الإيمان أو ضعف في الوازع الديني. طبعا هذا غير صحيح، وهذا يزيد في الحقيقة من وصمة العار ويزيد من معاناة هذا الشخص. صحيح الوازع الديني يلعب دور كبير كعمل وقاية وكرادع، ولكن هذا لا يعني بتاتا أن هذا الشخص يعاني من ضعف في الإيمان. من الأفكار أيضا المغلوطة أنه اعتبار الحديث عن الانتحار من المحرمات أو من العيب أو من الممنوعات، أو أن التوعية والحديث في الموضوع ممكن يفاقم المشكلة أو ممكن يغرس أفكار انتحارية في ذهن المتلقي. وهذا في الحقيقة نحن ما لاحظنا في بداية شهر سبتمبر عندما قررنا إقامة هذه الفعالية، يعني أردنا أن نستهدف فئة الطلبة الثانوية العامة، كونهم هم أكثر فئة عرضة لمثل هذه الأفكار، ولكن للأسف يعني قوبلنا بالرفض من بعض الجهات المعنية بسبب مثل هذه الحجج ومثل هذه الأفكار المغلوطة التي في الحقيقة يعني لا تستند على أساس علمي. فلذلك يعني عالميا وخلينا نقول عربيا بالأخص عربيا، يعني لا تتم الوقاية من الانتحار بشكل كافي بسبب قلة الوعي وبسبب اعتبار مشكلة الانتحار أو ظاهرة الانتحار كمشكلة صحية عامة، ويجب عدم الخوف فيها ويجب عدم مناقشتها علنا. نعم، وهذه احنا اكيد دعوة نوجهها بما انه اليوم نتحدث عن هذا الموضوع لكل الابعاد اللي قد تكون لها صلة بموضوع التوعية ضد الانتحار عندنا في السلطنة، بانه الواحد يعني يسوي اللي يقدر عليه، لان هذه اللي في النهاية ابنائنا واخواننا، وممكن يكون يعني حد حوالينا، حد من محيط الاسرة او الاصدقاء يكونوا محتاجين لهذه التوعية في المدارس او في غيرها من الاماكن ومؤسسات المجتمع المختلفة. أشكرك دكتورة مروة طلعنا ومشاركتنا الحديث حول هذا الموضوع. في شيء آخر تحبي تضيفي؟ شكرا لكم جزيلا على تسليط الضوء على هذا الموضوع وعلى إتاحة الفرصة لي للتحدث عن هذه الظاهرة. أشكرك دكتورة مروة بنت أحمد البلوشي، رئيسة وحدة الطب النفسي الجسدي في المستشفى السلطاني. يومك سعيد دكتور.